بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة، رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. لسه في ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم، ولكن بالليل الجو هيكون فيه نشاط للرياح ببعض المناطق، وده هيساعد طبعا على تلطيف الأجواء. في كمان النهاردة فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، قد تصل لحد السيول على سانت كاترين. كمان بتظهر بعض السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء. وخلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك استاذه هاله، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني احنا يمكن شايفين ان اليومين دول الطقس لطيف شويه، يعني وحضرتك كنت قلت لنا انه يمكن مكمل معانا لغايه اول الاسبوع. طمنينا كده اخبار الجو ايه؟ بالفعل هو في استمرار طبعا للتحسن في الاحوال الجويه، استمرار تاثرنا بامتداد مرتفع البرود الوسطى اللي دايما مع كتل هوائيه شماليه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط. الكتل دي معتدله ومنخفضه في درجات حرارتها بالشكل الكبير، في الاضافه كمان لطبقات الجو العليا بيأثر علينا امتداد لمنخفض جوي. المنخفض الجوي ده بيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه، وخاصه فتره الصباح اللي بتحجب جزء من اشعه الشمس، فبتساعد بشكل كبير على تلطيف الاجواء، فبالتالي في استمرار للتحسن في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه العظمى. فترة النهار على القاهرة الكبرى ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية، ده طبعا في الظل محسوسة هنحسها لو تكون 35-36 درجة مئوية، ده طبعا تحسن في الأحوال الجوية بشكل كبير عن الأيام الماضية. فبالتالي طقس فترة النهار هو طقس حر رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار. فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، بيكون ملحوظ أكثر في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، لكن بصفة عامة الحمد لله أجواء فترة الليل هي أجواء معتدلة تماما في معظم أنحاء الجمهورية وخاصة في المناطق الشمالية، لأن كمان خلال فترة المساء وساعات الليل بيكون في نشاط لرياح في معظم محافظات الجمهورية، سرعات رياح ما بين 30 إلى 35 كيلومتر على الساعة بتساعد بشكل كبير على تقليل احساسنا بنسب الرطوبه، فبالتالي بتلطف الاجواء وبنحس بنسمات الهواء اللطيفه فترات الليل. ناكد كمان ان نشاط الرياح ده هيؤدي لاضطراب في حركه الملاحه البحريه على البحر الاحمر وخليج السويس، سرعات الرياح على خليج السويس والبحر الاحمر هتوصل ل 50 و70 كيلومتر على الساعه، فبدوره هيؤدي لارتفاع امواج ما بين 2.5 ل 3.5 متر، وهيصبح البحر الاحمر وخليج السويس غير مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، بالاضافه كمان عندنا يعني ارتفاع الامواج على شواطئ البحر المتوسط وخاصه في الجهه الغربيه من عند مطروح والعلمين والاسكندريه بلطيم دمياط بورسعيد، المناطق دي كلها معرضه ل يعني ارتفاع امواج هيوصل ل 2.5 متر، فالساده المستطيلين على الشاطئ في البحر المتوسط لازم نتوخى الحذر بشكل كبير وعدم التعمق داخل البحر المتوسط، ودايما نكون في منطقه قريبه من الشاطئ، بالاضافه كمان فرص الامطار ويمكن موجوده معانا منذ عده ايام ومتوقع ان هي تكمل معانا بشكل كبير على بعض المناطق من جنوب سيناء زي سانت كاترين ودهب وطابه، وهي امطار في مجملها امطار خفيفه ممكن تزيد عن الخفيفه وتصبح متوسطه احيانا، وده بدور ممكن يؤدي لتشكل بعض السيول في منطقه سانت كاترين نتيجه طبعا الطبيعه الجبليه والجغرافيه في سانت كاترين، ممكن ده يؤدي لتشكل السيول الخفيفه، لكن مش هتاثر تماما على اعمال الانشطه اليوميه ان شاء الله. طب الامطار دي بالنهار ولا بالليل يا دكتوره منار؟ هي الامطار دايما بتبدا بعد فتره الظهيره، بتستمر معانا بعد فتره الظهيره، بتستمر حتى فتره المساء، ده طبعا في سانت كاترين فقط، يعني احنا بناكد على سانت كاترين ودهب وطابا او جنوب سيناء، لكن باقي مناطق الجمهوريه فيهاش ما فيهاش امطار، وبتبقى على فترات مش بشكل مستمر، يعني من فتره بعد فتره الظهيره لحد فترات الليل او فترات المساء. طب وهي امطار رعديه ولا يعني ايه، ولا من خفيفه لرعديه؟
لا طبعا الامطار دي هتكون امطار رعديه طبعا، نتيجه طبعا فرق درجات الحراره بين سطح الارض وطبقات الجو العليا وتوافر عوامل الرطوبه كمان، بالاضافه كمان الطبيعه الجبليه بتساعد بشكل كبير على تكون السحب الرعديه، فبالتالي هي امطار رعديه قلنا كمياتها ما بين خفيفه خفيفه المتوسطه، لكن نتيجه طبعا استمراريه سقوط الامطار لايام عده وطبعا وسقوطها على المناطق الجبليه بيحصل ان هي بتجري في بعض مقرات السيول فبتتكون سيول خفيفه او سيول متوسطه ما بتاثرش ان شاء الله على اعمال الانشطه اليوميه. ناكد كمان على الشبوره المائيه فتره الصباح الباكر، لسه مستمر معانا تكون شبوره مائيه خفيفه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وهتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا 7 صباحا الشبوره المائيه بتتلاشى والرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق. يمكن الحمد لله وجود السحب فتره النهار وخاصه فترات الصباح الباكر بترصف الاجواء، وجود نشاط للرياح فترات المساء ايضا بيلطف الاجواء بشكل كبير، فالاجواء فيها تحسن ومتوقع ان التحسن ده ان شاء الله يكمل معانا حتى مطلع الاسبوع القادم، حتى لو حصل خلال الاسبوع اللي جاي ارتفاع في الحراره هيبقى بقيمه درجه واحده، يعني احنا متوقعين توصل ل 35 درجه مئويه، فطبعا اسمها استمرار في التحسن في الاحوال الجويه. احنا دايما عارفين ان شهر اغسطس بيبقى في ارتفاع في نسب الرطوبه، ففي عوامل كمان مخلينا ما نحسش بوجود الرطوبه اللي هو نشاط الرياح او وجود المنخفض الجوي منخفض الجو العليا، فنقدر نستمتع بالاجواء بس ناخد حذرنا بشكل كبير لو احنا طبعا من رواد البحر المتوسط او البحر الاحمر اثناء فتره الاضطراب، لازم بشكل كبير نتابع النشره الجويه نعرف في ارتفاع امواج ولا لا، في اضطراب ملاحه بحريه ولا لا، لكن الاجواء يعني الحمد لله بشكل عام مستقره بشكل كبير نقدر نستمتع بيه. الحمد لله، بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا مع بعض بقى دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25، وفي العاصمة الإدارية 34-25، الإسكندرية 31-23، والعلمين الجديدة 31-24، مطروح 30-23، ودمياط 32-24، بورسعيد 32-25، والإسماعيلية 35-24، في السويس 34-24، والعريش 33-24، كاترين 33-17، وطابة 35-25، في حلايب 35-29، وشلاتين 41-31، شرم الشيخ العظمى فيها 39 والصغرى 30، والغردقة 39-29، الفيوم 35-24، وبني سويف 35-24، الوادي الجديد 40-24، وأسيوط 36-23، سوهاج 38-25، وإنا 41-27، الأقصر 42-28، وأسوان 43-29. بكده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. دلوقتي هنرجع مرة تانية لجمانة وشاذلي ونتابع أهم الأخبار والأحداث النهاردة. عودة ليكم مرة تانية جمانة وشاذلي. شكرا لك يا هلا. شكرا.